بالمناسبه امبارح واصل الفريق تدريباته بعد ما كانوا مستريحوا لمده يومين عقب مباراه الذهاب امام الترجي، وبكره ان شاء الله هيدخل الفريق في معسكر مغلق لمده 48 ساعه للمزيد من التركيز طبعا قبل مباراه العوده في القاهره، المباراه المقرره يوم السبت القادم ان شاء الله في 9 مساء بتوقيت القاهره. مفيش شك ان هي هتكون مباراه صعبه، مفيش شك ان الاهلي بيسعى بمنتهى القوه من خلال هذه المباراه وهذا اللقاء لحسم التاهل الى نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا والعشره يا اهلي ان شاء الله.